يا اخي تبغى صدق، انا احب قصه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي زينب يا اخي اللي بالله قلتها زينب، قصه الحب اللي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بنتها زينب رضي الله عنها. قد قلناها بالله قلتها. طيب قلناها ظني هناك، قد قلناها احنا هناك ظني صح. ابو ايوب النبي عليه الصلاه والسلام يوم طلع من مكه راح المدينه، استقبلوه في المدينه اللي في طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع من ثنيات الوداع. فالشاهد انه كانوا يستقبلونه، كل منهم يقول فلي بيت رسول الله عندي، كل منهم يعني يبغى الرسول يبيت عندنا، توه جاي ما 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 بعد بنى بيت، ما بنى مسجد، ما ف ابو ايوب او الناقه مشت وبركت القصوى. شاهد ان ابو ايوب خذ متاع الرسول عليه الصلاه والسلام، ابو ايوب الانصاري، وحطه من اخوال الرسول بين النجار، فحطه في بيته. فكان كل منهم يقول يا رسول الله يعني عندنا، كلهم يقول عندي عندي عندي. فقال معنى كلام عليه الصلاة والسلام الرجل حيث متاعه، يعني ما زاده الزاد أو غرض الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عند أبو أيوب الأنصاري، فأقام عند أبو أيوب. فكان أبو أيوب يقول كان عليه الصلاة والسلام يبغى يسكن في الدور الأرضي، وأبو أيوب رضي الله عنه يقول لا أعلوك يا رسول الله، ما أبغى أكون فوقك، إيه ما أبغى أكون في الطبقة اللي فوق. فالرسول كان يقول أنا يعني يغشاني الناس، يجوني الناس. المهم بات أبو أيوب رضي الله عنه فوق، فكان تجي يرسلون لك للرسول عليه الصلاة والسلام، هو زوجته ما يأكلون إلا أن يأكل الرسول، فروح يأكل من مكان اللي أكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف حبهم له، شوف فمرة سوى أكل فيه ثوم وارسله للرسول عليه الصلاة والسلام فما أكل، رجع لهم الصحن جديد. قال أبو أيوب ليش ما أكل رسول الله؟ نزل على طول، نزل هذا شيء غريب، نزل للرسول ما يبون يحسونه بشعره. قال يا رسول الله ليش ما أكلت؟ قال إنه فيه ثوم. قال حرام. هو قال لا عليه الصلاة والسلام، ولكني مناجي ربي، يخاطب جبريل عليه الصلاة والسلام، فما أكل منه أبو أيوب. مرة كان أبو أيوب فوق، شوف الأشياء اللي أخي الجميلة، جاهم مطر، فكان يقول ما عندي أنا إلا أنا هو وأم أيوب اللي معه زوجته رضي الله عنهم، ما عندهم إلا خرقة. فكان عندهم مدري أو كان مطر، والله أني ناسي لخبطت الحين، المهم كان فيه ما أنكب، فخافوا أن الماء يتسرب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فباتوا ليلتهم يمسحون يجففون الماء، ما ناموا. وجاته رضي الله عنه لحظة إدراك، مثل ما نقول إحنا الحين، إنه أنا كيف فوق رسول الله؟ كيف أنا فوق رسول الرسول تحتي؟ لو سقط كيف أنا أصير أعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فانحاز في زاوية، ما رقد، قاعد في الزاوية ألين جاء الصبح. قال يا رسول الله والله لا أعلوك أبدا، والله ما أكون فوق. يا أخي لما تقرأ مواقف الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم توفى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أنس يقول يعني إن المدينة أوحشت، صاب وحشة، يعني تحسك ما أدري كيف أصفك شعور الوحشة، أنها أظلمت منها كل شيء، ويوم قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام أضاء منها كل شيء. يوم قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو ذؤيب يقول كنت جاي من 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 البر أو من خارج المدينة، يقول كنت جاي للمدينة وكنت أسمع للمدينة على بعد، تسمع ضجيج الحجاج أنت ولا مثلا رحت ملعب تسمع ضجيج الجمهور ولا ضجيج الحجيج في الحرم، يقول كنت أسمع ضجيج المدينة، فإذا بهم يبكون على رسول الله وهو مقبل. يقول حتى أني قلت هل المدينة كلهم يعني ما تمرين؟
موجودة في كتاب. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ميت، فكان تعامل الصحابة معه، يعني أبو بكر، عمر بن الخطاب المتوفى عليه الصلاة والسلام، عمر الفاروق، عمر اللي أثبت الناس على الحق، عمر اللي وافق القرآن في أكثر من موضع، عمر اللي لا تأخذ في الله لومة لائم، يحلف يقول والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله، حتى أنه دخل عليه شافه قال واغشياه، يعني نغشى عليك، وجاء يطلع عند الباب. تروي عائشة تقول استحجبت، ودخلوا أبو المغيرة بن شعبة، يوم جاء عند الباب قال المغيرة يا عمر، قال عمر ها، قال مات رسول الله، مات. فكان يحلف يقول والله ما مات رسول الله. فتعامل الصحابة معهم بالأمر اللي يقوله، امتثالهم له، عجيب. وصدمتهم أو فرحتهم به يوم جاء، كان لا إله إلا الله، ما يحب شيء هو يحب على صوت اللي يسوونه. يا أخي فيه رواية شهيرة جدا يقول ما طاح منه شعره اللي تقاتلوا عليها، معاوية رضي الله عنه، كان الرسول يقل مظافره، فأخذها معاوية احتفظها عنده. مات معاوية بعد الرسول، يمكن بعد الرسول 50 سنة أو 40 سنة. في يوم جاي يموت قال أخذوا هذه، إذا فإذا مت يوصي فغسلوني ثم كفنوني ثم أخذوا هذه وحنطوني بها، أظافر النبي عليه الصلاة والسلام بعض من شعره وأظافره، حنطوني بها لعلي ألقى الله فيغفر لي، فإن لم يغفر الله فويل لمعاوية، ويل لأم معاوية لم يغفر لي الله. تخلاها معه بعد سنوات، حطها في تحنط فيها. عبد الله بن الزبير يوم الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، أعطاه دمه من شدة حبه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كبه في مكان لا أشوف، أخفى في مكان لا أشوف الناس. فراح وشربه وجاء قال يا رسول الله، قالوا أين وضعت الدم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن الزبير هو صغير، قال وديت المكان ما يشوفه الناس، قال أشربته؟ قال نعم، قال ويل للناس منك ويل لك من الناس. فمواقف الصحابة مع النبي ومع الصحابة كثير جدا، حتى موقف الصحابة مع رسول نفسها يا أخي شيء عجيب. احنا لو بسترسل فيها ما مساكت لين الظهر، لو بسترسل ما مساكت لين الظهر. أيوة والله.